السلام عليكم. لو عندك ملفات اوتوكاد سواء دي دبليو جي او دي دبليو اف او دي اس اف فنقدر نشوفها 2 دي 3 دي، بقدر افتحها باوتوديسك فيور، بتقول له افتح لي الملف اهوت، تعمل ابلود للملف اللي انت عايزه وتقدر تشوفه زي ما انت عايز. هو بيقول لك ادخل بس بالحساب بتاعك، اكتب اليوزر والباسورد وابدا ارفع الملفات اللي انت عايزها. بيقول لك ممكن ترفعها، تختار ملف، تختار فولدر من الدروب بوكس، من البوكس، من جوجل درايف، من وان درايف. فانا هقول له انا عايز مثلا اشوف هل في حاجه هنا كاد، في فولدر انا مجمع فيه شويه داتا عسل يعني. اجي هنا اقول له انا عايز حاجات خاصه بالدي دبليو جي. طبعا هو بيفتح حاجات كتيرة، امتدادات كتيرة، بس خلينا نركز على دول. هم 4 ملفات بيبدأ يرفعهم. وبعد كده تقدر تشوفهم وتقدر تتعامل معاهم عادي، ترجعهم زي ما انت عايز. فبلاقي انها فتحت معايا بالشكل دوت. تقدر تعمل زوم وتقرأ الكلام المكتوب، وتقدر تشوف الليارات اللي موجودة، تقدر تخفي بعض الليارات لو حابب. طبعا الزيرو ممكن تلاقي عليها شغل كتير. تقدر تشوف الخصائص بتاعت اي عنصر، تعمل عليه سيلكت يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعته بالشكل دوت، اسم الستايل والهاي والفلور والويتس والهاي. تقدر تدخل في السيتنج الاعدادات بتاعت صفحة، تفعل مثلا الزوم مثلا بعمل ازاي، الماوس وهكذا، الاختيارات موجودة اهيت. تقدر تقول له انا عايز اعمل برينت او تاخد سكرين شوت او تعمل شير للملف دوت مع اصدقائك، تمام، يعني تديهم الامتداد دوت بحيث هم يقدروا يدخلوا ويشوفوا الملفات.